مفارقة صارخة أن الأستاذ المحتفى به اليوم ونفسه الأستاذ الذي يجرجر وتمارس عليه كل ويلات وألوان التنكيل في ما عرف الآن بقضية الأساتذة التي قلنا عليهم تعهد. هذا الذي نفرح له اليوم وأتحفنا اليوم هو الذي يبدينا حينما نتصفح صفحات فيسبوك والواتساب وكل جرائد. فتحية ثقافية، تحية عالية لأساتذتنا الكرام كل من مقامه، وأن خروجهم للشارع لم يكن خروجا وإنما كان تعبيرا عن مطلب لا يمكن. ولذلك لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع لأن هذه معاناة أجيال ستتلاحق، وحرصنا على التعليم لكوننا نستشعر لزامة المسؤولية التي هي ملقت على عاتقنا كل من موقعه، فلا فرق بين أستاذ موصل ولا آخر متعاقد ولا آخر يتحسس طريقه لأن يكون أستاذا.